بسم الله الرحمن الرحيم. أود أن أشكر جريدة أخبارنا على هذا الموضوع اللي طرقت لي، موضوع ديال الدراجات الكهربائية اللي عرفت مؤخرا انتشار ديالها واسع. طبيعة الحال هي علاش انتشرت؟ على سبب أن الارتفاع ديال الغازوال، الارتفاع المواد الأسعار، اللي خلت مجموعة ديال المواطنين داروا الطاقة البديلة، واللي أعتقد على أنها خصها تدار في البلاد. الناس ما بقاش قادرة تخلص المازوت، الناس عندها السيارة ديالها كيتنقل من المنزل ديالو إلى المكان العمل ديالو، وبزاف غيستعمل الحكومة. أنا ما عرفتش فين غادي بهاد القوانين اللي كتفيق، كتلقى قانون دغيا تصاخ، كتنعس الصباح كتلقى أن الحكومة قررت على في إحدى الدوائر ديال هذا المجلس أنها غتطبق قانون. لا يعقل على أن الدول الأوروبية اللي عرفت انتشار الدراجه الهوائيه، واللي كتسمى هي طاقه بديله، باش ان مجموعه ديال المواطنين كيتنقلوا لها، باش ما يكون فيها هي صديقه البيئه. يعني احنا خصنا العواد نشجعوا على هاد الدراجه الكهربائيه. كيبان لي حتى الدراجه الهوائيه غيدير له هذا التقنين تاعها. هادشي اللي كيبان لي، يعني كلشي ولا اسوري، كلشي ولا عنده القوانين، كلشي للاسف. حنا كتنظيم حقوقي لا ما معاهمش في الطرح بهذا المعنى، لان الوزير جا في المرسوم ديالو، كان السؤال ديالو اللي كان في ديال وزاره النقل في المرسوم اللي بغى يعدلو ديال 2/10 421 بشان المركبات، وكذا القرارات ديال 2730/10 اللي بغاو يصادقوا عليه في الدوره ديال المجلس الحكومي. مجموعة ديال المواطنين اللي مشاو تقداو هاد المركبة أو هاد الدراجة الكهربائية بمبالغ مالية اللي كتبدا من تقريبا من 3000 درهم حتى 2.5 مليون، يعني 25000 درهم. للأسف يعني باغي تفرض القانون وطرق قانون. هذا لوبي، واحد لوبي كبير، شاف أن الطاقة البديلة ضرات مجموعة ديال القطاعات، لا قطاع ديال البترول ولا القطاع ديال البيع الدراجات النارية ولا السيارات. يعني أغلب الناس ديال واحد المواطنين التجأوا لها الطاقة البديلة، لأعتقد على أنها مهمة في هاد الحياة ديالنا اليومية. أنا بلا غير تكون عندنا دراجة هوائية ولا دراجة كهربائية غادي نتنقل بها، إذا أنا اقتصدت على الجيب ديالي، غنولي نستعمل غير الكهرباء وغادي نتحرك على. ولكن الاغلبيه الناس اللي شفتها في المدن ديال هنايا قريبه، كاين اللي كيتسخر عليها، كدير الزوجه ديالو، كاين اللي بزاف الحوايج تعلمونها ولا مزيانه، ولا دير واحد الدور ديالها مهم. اذا هذا واحد اللوبي تمس في الاقتصاد ديالو، وحرك للجهات المواليه له في الحكومه ولا الاحزاب السياسيه، على اساس انها توقف هاد القطاع، عفوا توقف هاد الانتشار ديال هاد ظاهره الدراجه الكهربائيه لي تروتينير. نعم، هنا كاين واحد الفراغ قانوني. المشرع المغربي لم يطبق القانون على تجاره هاد الاله الكهربائيه او هذه الدراجه الكهربائيه. وكذلك هناك فراغ في القانون على ان الشرطه او الامن العمومي كيقوم بحملات ديال توقيف مجموعه من الاشخاص من مدينه الدار البيضاء، واللي شفناها في مجموعه ديال الفيديوهات على هاد التروتينير انها غير قانونيه، خاصها التامين. اذا لبغينا نمشيو للبرينسيبال ديال المشكل، خاصنا نمشيو منين كتجي هاد لي تروتينير. دابا التجار كيدخلوها منتشره عبر المحلات في شوارع المدن الكبرى، والناس كتشري فيها لان لقاتها طاقه بديله. واليوم الحكومه المحترمه ديالنا جابت قانون ديال انها غتطبق القوانين عليها، اللي ممكن انها تحط تدخل ضمن الغرامات. يقدر اي واحد غيحرك ستوب، غيوقف شي وضعيه، هو غتولي ضمن المركبات الناريه، يعني الدراجات الناريه. اذا اعتقد على ان هذا القانون هو قانون مخصوش يدوز، لان هذا طاقه بديله، وخاصنا نشجعوا لها في بلادنا باش نخرجوا من النمط ديال الحياه ديال اللي كنعيشوا بالمازوت، يعني اولا البترول بشكل عام. اذا خاصنا نخرجوا الطاقه البديله حتى على المستوى ديال الاناره العموميه، خاص يكون عندنا الطاقه ديال الشمسيه. اذا هاد الحوايج ما غاداش بها البلاد، غادا اللوبي اللي كيسيطر هنا على قطاع ديال الغازوال، على قطاع ديال بيع السيارات، على قطاع ديال الدراجات الناريه. اذا واحد اللوبي
شاف راسو غيضرب الاقتصاد ديالو، حاول على انه يمرر من جهات اللي تابعه من احزاب سياسيه ولا وزراء باش يوقفوا هاد الانتشار ديال هاد، وقفوا هاد الدراجات الكهربائيه. اذا ونحن كتنظيم حقوقي نستنكر على هذه الحمله التي تقودها جهات ما ضد هاد المجموعه ديال المواطنين اللي اقتنوا هاد الدراجه الكهربائيه لي تروتينير، واللي الناس لقاو راحتو فيها. حتى الاقتصاد المادي اللي كتعرف انه الاسعار عندنا اليوم اسعار مهوله، الناس الموظفين ولا الموظفين الساميين ولا كلهم قاعد ضروا في جيوبهم بارتفاع الاسعار. اذا الحكومه لابد على ان تلقى حلول عاجله ومستعجله في هذا الشان، وكذلك في موضوع ديال ارتفاع الاسعار. اذا اليوم حنا غنبقاو نتكلموا غدا نتكلموا، يعني واش ما كاينش شي جهات اللي كتلتقط هذا الكلام ديالنا، ولا كنبقاو غير كنعطيو في 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 التصاريح ديالنا الاعلام، وما كاين حتى شي واحد اللي كتعطي الغيره على هذا الوطن، واللي ممكن اننا حنا شوف انا اعتقد على ان من بعد كورونا او بعد الجائحه عندنا مجتمع اخر، مجتمع اليوم مجتمع اللي ولا كيعرف بزاف الحوايج، ولا فينا الاحترام، ولا فينا يعني لاحظنا ان مجموعه ديال المواطنين ولاو كيتفاعلوا في مواقع التواصل الاجتماعي واحد الشيء اللي كيضرهم. اما داكشي ديال التفاهه تنسى، يعني داكشي ديال الروتين اليوم تنسى. ما بعد كورونا الامور ديال المجتمع تبدل. اذا الحكومه خاصها تلبي مطالب ديال الشعب، تلبي المشاكل اللي تعالجها فوريه. بانت لي بغيت روتينير ما شافوش الاسعار دابا الارتفاع ديالها، وهاد المازوط وهاد الدلع اللي ما بقاش عندنا، وهاد البقر اللي جابوني، هاد القاموس، وهاد اللي جابوا لنا، هاد حتى البيضه هو قال غيولي يجي من برا، حتى وراه بالفعل حتى الفلوس هو كيجي من برا، الدجاج هو كيجي من برا. حنا ما عندناش، حنا دوله مستهلكه، لسنا بدوله مصنعه. واش عباد الله المخطط الاخضر الملايير سالكت عليه وجاي حتى حاجه ما دارت في هاد البلاد اللي تكون عندنا من الانتاج ديالنا؟ اذا بحال الدراجه الهوائيه، دابا مول البيكاره كنديز حداك جيتي فيه، شنو المسطره اللي كتشوفها في المسطره القانونيه ولا القضائيه؟ كيستعملوا بان دراجه هوائيه راكب دراجه هوائيه، ورغم ذلك شي واخا يديروا ليه التامين ديالو هو دائما كيردوا اللومه لمول السياره. هذه معروفه هذه، لانك عندك مركبه كبيره وهو عنده مركبه صغيره، مول البيكاره راه بحال مول التروتينير. هذا هو اللي كاين. تخرجوا ما تنساوش تابوناو معنا في لاشين يوتيوب وبارطاجيو المحتوى في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش ديروا جيم.